بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعدما تكلم الله جل وعلا في سورة عمّة عن خلق الإنسان وعن قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة خلقه مرة أخرى، حدثنا الله جل وعلا هنا عن أحوال خلقه سبحانه وتعالى لغير الإنسان. فلما ذكر الله جل وعلا أنه جعل الليل لباسا والنهار معاشا حتى يحيا فيه الإنسان ويعيش حياته ويزرع أرضه ويرعى غنمه ويشغل مصنعه ويطير الطائر ويطير الطيار في السماء والقبطان في البحر يستفيدون من ضوء الشمس، ثم قال جل وعلا: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، جعلنا سماء فوقها سماء، وكما جاء في الحديث بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ثم تكلم الله جل وعلا عن هذه الشمس التي تدفؤون بحرارتها والتي ينشرون ملابسهم في حرارتها والتي يسيرون في ضوئها والتي يستخرج الله تعالى بها الماء يرفعه من هذه البحار والأنهار إلى السماء بفعل تبخرها بحرارة هذه الشمس. الشمس لها منافع عظيمة، ولذلك امتن الله تعالى بها فقال: وجعلنا سراجا وهاجا، جعلنا الشمس سراجا وهو سراج وهاج يصدر منه النور. ثم قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنزلنا من السحاب لما يعتصر أنزل منه ماء كثيرا ماء ثجاجا. لماذا أنزلته يا ربي؟ لمنفعتكم. فقال سبحانه وتعالى: لنخرج به حبا ونباتا، أخرج الحب وأخرج سائر النبات، سائر النبات الفواكه الخضروات، النبات الذي يكون أعشابا يأكلها الحيوان حتى يحيا ويعيش، لنخرج به حبا ونباتا. طيب وهذه الغابات العظيمة؟ فقال سبحانه وتعالى: وجنات ألفافا. وجنات يعني غابات ومزارع وبساتين فيها أشجار عظيمة جدا وأغصان طويلة، من عظمها ومن كثرتها يلتف بعضها على بعض، وجنات ألفافا. ثم عاد الكلام إلى ما ابتدأت به السورة عن اليوم الآخر، فقال سبحانه: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل هو يوم القضاء بين العباد، هو الذي يفصل فيه بين الخصوم في يوم القيامة. أنت ظالم، أنت مظلوم، أنت أخذت حق فلان، أنت قصرت في برك لوالديك، أنت قصرت في حق جارك، أنت قصرت في صلة رحمك، أنت قصرت في رعاية أولادك، أنت قصرت مع زوجتك، أنت قصرت مع زوجك. هذا يوم الفصل. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني موقت بوقت، لا يتقدم ولا يتأخر. متى يوم الفصل؟ يوم ينفخ في الصور. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ينفخ في الصور نفختان، النفخة الأولى نفخة الصعق، والصور هو قرن ينفخ فيه، مثل هل ترون القرن الذي يكون على رأس الخروف مثلا، فإن أصله يكون واسعا وأعلاه يكون ضيقا، هذا هو القرن، هذا هو قرن ينفخ فيه. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذا النفخ في الصور نفخة الصعق. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بين النفختين يمطر مطر، هذا المطر تنبت منه أجساد العباد الذين في القبور، وكل الإنسان يفنى إذا دفن إلا عجب الذنب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر فقرة في الظهر تكون مثل البذرة الذي ينبت منه الإنسان. فإذا نفخ فيه أخرى قام الناس من قبورهم، ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ثم ذكر بعد ذلك الأحداث: وفتحت السماء فكانت أبوابا، لأن السماء تتشقق وتتغير، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.